أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العلمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدين برنامج كرة على قناة خليجية مستمرة وثانية في المملكة العربية السعودية في موعدكم الثابت 11:30 الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. في بداية حلقة اليوم اسمحوا لنا أن نرحب بضيفينا معنا توفيق الخليفة رئيس تحرير صحيفة الجماهير مسافر الله. مساءك بالخير وعلى مشاهدينا الكرام. شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لدعوتكم اليوم. تركي السهلي مسؤول التحرير بصحيفة شمس مساء الخير. مساء النور يا تركي. هلا. سعيدين بوجودك معنا. وانا كذلك. انا سويت مشاكل الحلقه اللي راحت. يلا لا يجي مشاكل يا رب. نبدا الحلقه ب يعني ابرز المواضيع اللي صدرت اليوم اللي هو كان تاجيل العمل بلائحه الانضباط بعد النقد الكبير الذي وصل لهذه اللائحه من وسائل الاعلام من كتاب صحفيين من رؤساء انديه. وفي المقدمه كان رئيس نادي الهلال والأستاذ خالد البلطان وعدد من الشخصيات التي طالبت بتغيير العمل بهذه اللائحة. معنا على الهاتف بداية الحلقة إذا تسمحون نأخذ مداخلة من الأستاذ خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب. مساء الخير أبو الوليد. ألو أبو الوليد مساء الخير. أبو الوليد اليوم العمل بلائحة لجنة الانضباط الجديدة يتم الإيقاف أو إيقاف العمل بهذه اللائحة. كنت من رؤساء الأندية أو من أوائل رؤساء الأندية الذين طالبوا بمراجعة هذه اللائحة بالتغيير في بعض مواد هذه اللائحة. اليوم بعد هذا الإيقاف أو هذا القرار الذي صدر من الأمين من فيصل ماذا يقول خالد البلطان؟ رحب فيك أولاً وضيوفك الكرام والأخوة المشاهدين. الحقيقة هذا شيء يحسب الاتحاد السعودي وشيء يشكر عليه وشيء تعودنا من الاتحاد السعودي حقيقة أنه يعني حقيقة يستمع للأندية. اللي حصل يعني اللائحة كان لها ملاحظات كثيرة وأعتقد سمو الأمير نواف يعني شاف مطالبات الأندية وشافها بين المسؤول اللي حقيقة يشكر على ذلك أنه استطاع أنه يأجلها أو على الأقل يأجلها ويتم دراستها من قبل الأندية ومن قبل اللجان المختصة. وهذا شيء رائع أعتقد وخطوة نباركها جميعا. خطوة حقيقة زي ما انتقدنا اللائحة انتقدنا بعض بنودها. صحيح. أعتقد أنه الآن من الحق انه الان من الحق ما نذكر ايضا انه الجماعه في الاتحاد السعودي حقيقه يجب ان يشكروا جميعا على راسهم على راس الاتحاد السعودي سمو الامير نواف اللي الحقيقه افلت صدرنا اليوم بتاجيل العمل بها ودراستها بشكل مستفيض. انا متاكد انه ستكون اذا تعاونت الانديه واللجان المختصه في الاتحاد السعودي سيتم عمل لجنه يتم العمل لائحه رائعه ولائحه جيده حتكون اعتقد يعني بصمه جيده في تاريخ الكره السعوديه. ابو الوليد ذكر اليوم انه كان راح يكون في اجتماع مع مندوبين الانديه من طرف الشباب. تم تحديد شخص لحضور مثل هذه الاجتماعات التنسيقيه لمراجعه اللائحه؟ والله احنا الى الان ما جانا شيء رسمي. طبعا اذا اكيد الاتحاد السعودي بالامانه العامه بتطلب تكليف احد للاجتماعات او حتى للملاحظات المكتوبه. واعتقد سواء الملاحظات المكتوبه احنا مستعدين واذا كان تكليف احد احنا جاهزين ايضا. اعتقد شيء من المناسب يعني لازم انه تخرج لائحه دقيقه ولائحه جيده تكون مراجعه من قبل الجميع وماخوذ فيها ملاحظات الجميع. طيب. الاستاذ خالد البلطان رئيس مجلس اداره نادي الشباب شكرا جزيلا لك. شكرا. ابو نايف اللائحه وتاجيلها. اولا نشكر الامير نواف بن فيصل ويثبت للمره الالف انه رجل المرحله القادمه يتقبل النقد بكل شفافية ينتصر للحق مهما كان. كان لابد من تأجيل العمل وتأجيل العمل بهذه اللائحة وتغييرها يعني بشكل يعني أعظم معظم بنودها أنها تتغير. اللي حدث أنه لجنة الانضباط أرسلت إلى الأندية السعودية اللائحة وكتبت الأندية ومن ضمنها نادي الشباب الملاحظات، ولكن اللي فاجأ الجميع ان تصدر نفس اللائحه دون اي تغيير. انا اتمنى انه في حاله اعاده صياغه مثل هذه اللوائح
التي تهم الأندية وتهم الرياضة أن يشارك بصياغتها المنسوبية الأندية، لأنهم أكثر قرب لتطبيق هذه اللائحة يعني. طيب. معنا على الهاتف الأستاذ أحمد صادق دياب رئيس لجنة الإعلام والإحصاء. مساء الخير أستاذ أحمد. أستاذ أحمد تسمعني؟ مساء الخير. مساء الخير يا أختي ومساء الخير على ضيوفك الكرام. أستاذ أحمد طبعا التعليق الرسمي أنتم أصدرتوه اليوم في البيان، لكن البي اس ال الآن تظهر على السطح، أنه هل سيتم العمل باللائحة السابقة رغم كل الملاحظات اللي كانت موجودة عليها؟ بالتأكيد هو اللي حصل كالتالي الآن، ولو كان سمو الأمير نواف بن فيصل قبل دقائق بيصرح حول هذا الموضوع أخبرتي وذكر بالضبط هذا الكلام اللي جاكم في البيان، وقال إنه هو وأوجه بالعمل باللائحة تسمى لائحة المسابقات أي اللائحة السابقة قبل لائحة الانضباط لأسباب عديدة أهمها الملاحظات والمطالبات اللي جات من العديد من الأندية على أساس إنه معظمها تركز على حجم العقوبات وأنها عقوبات كبيرة جدا على ميزانيات الأندية، فبالتالي الأمير نواف أمر بأنه تؤجل إلى حين انتهاء من دراسته، وقال أنه جاتنا ملاحظات قانونية على هذه اللائحة، وبالتالي أمر أنه تؤجل إلى حين الانتهاء من ترقيحها وتدقيقها ومراجعتها، وكلف اللجنة المكلفة بمتابعة هذه الأشياء من اللجان القضائية بالاتصال بمندوبي الأندية زي ما كان ضيفك الكريم بيتكلم قبل قليل، وأنه يكونوا هم جزء من هذه فريق العمل هذا، وتنتهي الصياغة بحيث انها تطلع، لانه اللي حصل كما شرح سمو الامير قبل قليل قال انه مشكلتنا كانت تجاتنا عده اقتراحات، المشكله انها متضاربه مع بعض من ناديين مختلفين، راي معين والثاني جايب راي عكسه، فانت تاخذ من وتسيب من، فهنا عندنا كانت الاشكاليه، وعشان كده كان التوجه نحو ارسالها الى الاتحاد الدولي. طيب استاذ احمد، اغلب احتجاجات الاعلاميين تحديدا انه ما طعمت اللجنه التي كلفت بوضع هذه اللائحه باي رياضيين، كانت فقط قانونيين، وكانها يعني ارادت اللجنه القانونيه ان تبعد مثل ما فسر بعض الاعلاميين الجانب الرياضي الميداني من هذه اللائحه. شوف تركي، خليني اقول لك يعني اذا تسمح لي في جزئيه بسيطه. تفضل سيدي. إنه أول شيء هذه اللائحة بدأ العمل فيها في شعبان الماضي، انتهت مع بداية رمضان، اجتمع مجلس إدارة الاتحاد وناقشها، والأمير نفسه أصر قال لابد أن تعرض على كل الأندية وترسل 153 نادي في المملكة العربية السعودية لمراجعتها وأخذ ملاحظاتهم عليها. عندما أخذ الملاحظات اللي توني سبب وقلت لك عليها قبل قليل، الأمير يعني بنفسه يعني بأمانة هذه كان الأمير بنفسه يتابع هذا الموضوع، قال طالما إنه في عندنا هذا التعارض في وجهات النظر بهذا الكم فلنبعث كل شيء إلى الاتحاد الدولي ورسالة. فاللي حصل من الاتحاد الدولي اعتمد هذه اللائحة وأعادها إلينا، فتم اعتمادها. الآن عندما تدخلت الأندية بشكل رسمي وبعثت يعني لحد اليوم العصر كان عندنا خطابات تجي من بعض الأندية في مجملها معترضين عندما قالوا في عندكم معارضة قانونية ومعارضة مالية، تركزت في مجملها في عالية العقوبات أنها عالية جدا على الأندية. فسمو الأمير حقيقة رغمينه خارج البلد يعني أصر على أنه هو يراها بنفسه، ولما شاف هذه المطالبات من هذه الأندية قال إحنا في نهاية الأمر إحنا مهمتنا تسهيل مهمة الأندية يعني لأداء كرة قدم نظيفة، فبالتالي إذا كانت هذه المطالبات الآن في هذا الشكل تثقل كاهل الأندية وقد تؤثر على أدائها المستقبلي، فنقف إلى حد ما نراجع كل النقاشات القانونية ونشوف إيش نقدر نعمل في هذا، وأمر بإيقاف العمل بهذه اللائحة اللي فعلا لم يتم العمل بها لأنها صدرت يوم السبت الماضي، والاستمرار بالعمل باللائحة القديمة إلى أن تنتهي اللجنة المكلفة من مراجعة كل الأندية والجلوس معهم ومناقشتهم ومناقشة القانونيين في الأندية ووضع لائحة يتفق عليها الجميع وتبلور حجم ورؤية الكرة السعودية، مع الاحتفاظ بشيء مهم جدا يا تركي وهو الأمير أصر عليه جدا إنه لابد أن تكون هناك بيئة رياضية نظيفة
في المملكة العربية السعودية. يعني كيف انه اكد على في البيان حتى لو اللي عندكم حتشوفوا انه في تاكيد شديد على انه تكون اللاعبين والمسؤولين الاداريين وكل شيء يلتزموا باللعب النظيف ويمارسوا كرة القدم من اجل كرة القدم فقط من دون ايذاء الاخرين ومن دون الاساءة الى سمعة الكرة السعودية والوسط الرياضي بشكل عام. الأستاذ أحمد صادق دياب رئيس لجنة الإعلام والإحصاء والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم، شكرا جزيلا لك. تركي، قبل ما أخذ تعليقك اسمحنا نقرأ البيان نشرك المشاهدين والمستمعين في البيان الرسمي الصادر اليوم. أوضح المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ أحمد صادق دياب أن لائحة الانضباط الأخيرة أقرت مؤخرا بعد أن تم عرضها على أعضاء الاتحاد على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأرسلها للأندية لإبداء مرئياتهم، وحيث تعددت وجهات النظر وتعارضت حيال بعض بنود ومواد اللائحة. فقد قام الاتحاد السعودي لكرة القدم برفعها للاتحاد الدولي لإقرارها من حيث المبدأ. أما التفاصيل المتعلقة بالمبالغ المالية ومدد العقوبات فكما هو معلوم أنها متروكة للاتحادات الوطنية حسب ظروفها على ألا تتعارض مع الأنظمة العامة واللوائح المعتمدة من الاتحاد الدولي. وقد أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم اللائحة الجديدة على أن يتم مراجعتها بشكل دوري من قبل المختصين في الاتحاد وبين ممثلي في الاتحاد وبين ممثلي الأندية. وبعد صدور اللائحة أبدت عدد من الأندية ملاحظات قانونية وأخرى متعلقة بمبالغ العقوبات، وأبدت صعوبة تحمل مثل تلك العقوبات، وعرضت طلبات الأندية على صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل ورأى سموه وجاهد تلك المطالبات وكذلك عدد من الملاحظات القانونية على اللائحة، ووجه سموه على إثر ذلك بتأجيل العمل باللائحة الجديدة إلى حين الانتهاء من دراسة كافة الملاحظات والمواد المرفوعة من الأندية واستمرار العمل بموجب اللائحة السابقة الذي بدأ عليها الموسم الرياضي الحالي. ووجه سموه بأن يستمر فريق العمل المشكل لمراجعة اللائحة في الاجتماع بشكل دوري مع مندوبي الأندية والخبرات القانونية والفنية السعودية لدراسة ما يتم رصده من ملاحظات ترد على اللائحة من الأندية أو الجهات المعنية الأخرى. طبعا اختتم المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد دائما تقديره لجميع الأندية وما تمر به بعضها من صعوبات مالية ويتفهم وجهة نظري. هذا هو تعليق الأستاذ أحمد صادق دياب، وأيضا كان له تعليق معنا في البرنامج. تركي، أبدأ معك. طبعا واضح أنه الأمير نواف بن فيصل يعني يسير في اتجاه ضبط الأمور، وهذا يعني شيء رائع جدا، ويجب أن ندعمه كإعلام وكجماهير أيضا وكمنسوبي أندية. جميعنا ينشد البيئة نظيفة للرياضة. أنا لي وجهة نظر في جزئية واحدة بس ذكرها الأستاذ أحمد صادق دياب، وهي الذهاب إلى الفيفا. جميل أن نذهب إلى الفيفا، جميل أن نقنن مسائلنا بشكل جيد، لكن علينا أن نقتنع ونتأكد أن الفيفا ليست شيء مقدس. نحن نعلم أن بلاتيني ومارادونا وكبار اللاعبين العالميين كانوا اعتراض كبير على بعض ما تنتهجه الفيفا من سياسات. جميل أن ننهج إلى الفيفا، لكن في النهاية علينا أن نقنن الأمور بما يتناسب مع وضعنا الحالي. فعلا هناك أندية لديها مشاكل مالية، هناك أيضا لدينا مشاكل فيما يتعلق يعني بعض التصرفات من منسوبي الأندية من رؤساء الأندية. هذه الأمور تحتاج إلى ضبط أيضا، ونحتاج أن الأمور تكون واضحة في جميع المجالات، ليست فقط فيما يتعلق داخل الوسط الأخضر. هناك أمور تحتاج إلى ضبط في المنصة، هناك أمور تحتاج ضبط أيضا في أخلاقيات الجماهير، في سلوكيات الجماهير في الملاعب. هذه الأمور كلها ستخلق لنا بيئة رياضية نظيفة كما ينشدها الأمير نواف. طيب خلينا نروح أخبار شوت، أجلناها اليوم لأن الموضوع كان عاجل جدا، كان المفروض أنه نتوقف عنده من بداية الحلقة. نشوف أخبار شوت بعدين نواصل الحديث في البرنامج. وجه الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بتأجيل العمل بلائحة الانضباط الجديدة إلى حين الانتهاء من دراسة كافة الملاحظات والمواد المرفوعة من الأندية واستمرار العمل باللائحة السابقة التي طبقت بداية الموسم الجاري. ووجه الأمير نواف بن فيصل باستمرار فريق العمل المشكل لمراجعة اللائحة في الاجتماع بشكل دوري مع مندوبي الأندية والخبرات القانونية والفنية السعودية لدراسة ما يتم رصده من ملاحظات ترد على اللائحة من الأندية أو الجهات المعنية. وأوضح المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد صادق دياب أنه بعد صدور اللائحة أبدت عدد من الأندية ملاحظات قانونية وأخرى متعلقة بمبالغ العقوبات
وأبدت صعوبة تحمل مثل تلك العقوبات، وتم عرض طلبات تلك الأندية على الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي قدر وضع الأندية وظروفها المالية بشكل عام، ورأى وجاهة تلك المطالبات وكذلك عددا من الملاحظات القانونية على اللائحة. وضعت إدارة نادي الهلال حدا لعقود لاعب فريقها الأول لكرة القدم وفق عدة معايير، منها فائدة اللاعب للفريق وانضباطيته والتقارير الفنية التي يدونها المدراء الفنيين عنهم، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول برئاسة الأمير عبد الرحمن بن مساعد. وصدر خلال الاجتماع عدد من القرارات، كان من أهمها ضم فهد بن عبد الرحمن بن سعيد نجم مؤسس نادي الهلال إلى عضوية إدارة النادي، بالإضافة إلى المصادقة على ميزانية الموسم 2010-2011. على الصعيد الميداني، شارك لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تدريبات الفريق اليوم بمشاركة اللاعب عيسى المحياني بعد أن أنهى برنامجه اللياقي، في حين أدى أسامة هوساوي وعبدالله الزوري وأحمد الفريدي وعبد العزيز الدوسري تدريبات استرجاعية بعد أن تمتعوا براحة يوم أمس نظير مشاركتهم مع المنتخب في مباراة تايلاند بصفة أساسية، على أن يشاركوا زملائهم في ميران يوم غد الجمعة المغلق. وصف تشيكي جار ويليام مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم مواجهة فريقه مع التعاون بعد غد السبت بالهامة جدا للعودة إلى المسار الصحيح بعد الخسارة الثقيلة أمام الهلال في دوري زين السعودي للمحترفين. وشدد جار ويليام في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النادي برفقة اللاعب منصور الحربي على ضرورة الحصول على النقاط الثلاث وتعويض الخسارة. وبين مدرب فريق الأهلي أنه عمل طوال الفترة الماضية على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعب الفريق، وأبدى في الوقت نفسه سعادته البالغة بشفاء المصابين. كما أشار جار ويليام إلى متابعته لمباريات الفريق الأولمبي وفريق درجة الشباب، مؤكدا حرصه على ضم عدد من اللاعبين الشبان تدريجيا للفريق الأول خلال الفترة المقبلة. أوضح التونسي فتح الجبال المدير الفني لفريق الفتح الأول لكرة القدم أنهم نجحوا خلال الفترة الماضية في إخراج لاعب الفريق الكروي الأول من نشوة الفوز الذي حققه أمام النصر في الجولة الماضية، مع الاستفادة من العوامل التي تنعكس إيجابا على الفريق. وعلق الجبال عن غيابات الفريق بتأكيده أنهم سيضطرون إلى استبعاد المحترف الأردني شادي أبو هشهش كونه لم يتدرب مع الفريق إلا في تدريب وحيد، بالإضافة إلى معاناته مع الإرهاق جراء مشاركته مع منتخب بلاده. وأوضح الجبال أنهم قادرون على تعويض غياب مهاجم الفريق ربيع سفياني بدع الإيقاف في ظل جاهزية البديل. أعلن علي داود رئيس نادي الوحدة المكلف الإبقاء على أعضاء مجلس الإدارة السابقة، موضحا أنهم هم الأصل، وأبدى ثقته في تقديمهم لكل ما من شأنه خدمة الوحدة. وأشار داود إلى أنه يدير النادي على طريقة المدراء التنفيذيين، كما أنه وافق على اختياره من قبل أعضاء مجلس الإدارة كمتحدث رسمي للنادي مؤقتا، واعدا المجتمع المكي لمشاهدة صورة جديدة للوحدة بداية من الاجتماع القادم الذي قرر له 24 من شهر ذي الحجة القادم. طيب هذه أخبار شوت. الخبر طبعا الأول كان عن تأجيل العمل بلائحة الانضباط اللي يعني فرضنا له مساحة معقولة جدا وتحدثنا عنه. إدارة لا تضع معايير لرواتب لاعبيها. أنا أعتقد أن هذا هي البداية للطريق الصحيح لجميع الأندية السعودية. لدينا لاعبين أو لاعبين السعودية كلهم متضخمين بقيمة العقود. إذا نظرت إلى المنتخب السعودي تجد أن اللاعبين السعوديين ربما من 300 مليون إلى نصف مليار في وسط الملعب، وآخرتها بنتائج متواضعة جدا. أعتقد أنه من الواجب علينا إعادة تقييم اللاعب السعودي داخليا. بس الهلال كان من الأندية اللي سقفوا للرواتب والعقود كان عالي جدا. ليش الآن تحدث؟ لأنه لو ما دفع الهلال حيجي أحد ثاني وحيدفع وحياخذ نفس يا لاعبي الهلال ولا طيب شو اللي تغير؟ مثلا النصر دفع 32 مليون في السهلاوي، هو لاعب جيد، لاعب خلوق، ولكن احنا لا نتكلم على الجانب الشخصي او احنا نتكلم على نفس المبلغ، هل يوازي؟ لا يوازي. دفع في عبد الرحمن القحطاني 18 مليون، هل يوازي؟ احنا نتكلم على الهلال. الهلال كان من الانديه اللي السقف عنده مفتوح، ما عنده سقف. كل الانديه احنا خلينا نتكلم مفتوح. الهلال هو اللي اخذ القرار الان بوضع السقف، الانديه ما اخذت القرار هذا. هذا القرار الهلالي
دليل على ماذا؟ على الترتيب، على تنظيم عمل إداري، على ضائقة مالية، على تهيئ الوسط الرياضي أو تهيئ الجمهور أنه ترى هذا سقفنا وما حنتعداه مع أي لاعب. هل هو تنظيم وعمل فقط ما له أي علاقة بمسألة المداخيل؟ خطوة جيدة اتخذها نادي الهلال. أتمنى من باقي الأندية أن يحذو حذو نادي الهلال في تطبيق هذه الخطوة، لأنه أنت ترى أنه بس فقط من باب العمل التنظيمي مش أكثر، التنظيمي والواقع أيضا يعني. أنت أيضا يعني مهما بلغت مداخيلك لا تستطيع أن تلبي. بس في لاعبين الهلال إذا حط سقف مثلا، نفترض أيا كان السقف، إذا لاعب جاله عرض أعلى من السقف هذا راح يترك الهلال يروح؟ هذا السؤال. يترك الهلال ويروح بالنهاية يعني نفرض أن أحد الأندية دفع في هذا 30 مليون وهذا 20 مليون وهذا 50 مليون وهذا 40 مليون. طيب وبعدين يعني بيفلس وبيجلس مهما كانت مداخيله. أنت ما عندك إلا مداخيل محدودة في الأندية. الأندية حتى الأندية اللي عندها مداخيل الخمسة تظل مداخيلها محدودة، فما بالك بالأندية التي لا تملك مداخيل، مثل يعني الباقي الأندية التي لا تملك رعاة ولا تملك يعني أعضاء شرف داعمين وكذا. طيب هل هذا ينطبق على الأجانب؟ لا شوف، ولا السقف بس على السعوديين؟ لا على السعوديين، لأنه حقيقة مستوى السعوديين ليس لا يوازي القيمة المادية التي تدفع لهم. طيب كلام صحيح وصريح وهذا رأيي. تركي شو رأيك؟ لا طبعا أنا أختلف يعني بجزئيات بسيطة مع توفيق. اللاعب لدينا مظلوم وأصبح تسن عليه السيوف بشكل غير طبيعي في الفترة الأخيرة، وهذا خلق لاعب سعودي مرتبك في الميدان. أنت لا تسوى شيء، أنت ما تصلح، أنت حقك بريال بريالين. أنت هذه اللغة خلقت لدينا لاعبين مرتبكين في الميدان، وبالتالي انعكست علينا بنتائج سلبية في كثير من المحافل. أتفق أنه لدينا أشبه لاعبين كثر في الأندية في الهلال وفي غيره، يعني لا أريد أن أسمي، وأنا شئت من أسمي. هناك أشبه لاعبين كثر فعلا، هم الذين قادوا الكرة السعودية إلى تردي في الذائقة. ذائقتنا الرياضية تردت بسبب بعض اللعيبة الذين صنعنا منهم شيء وهم لا يسوون شيء الحقيقة، وبالتالي انعكست أيضا نتائج سلبية شديدة على المنتخب. منتخبنا يعني كرة القدم عندنا أصبحنا يا تركي ويا توفيق أصبحنا يعني نحط نخبوية بشكل غير طبيعي، والكرة أبسط مما نتخيل. يعني الكرة بسيطة، لماذا أصبحت كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم؟ لأنها بسيطة والكل يفهمها ولا صحيح. تحتاج إلى كل هذا كل هذه التعقيدات. الحين خلينا في سقف الرواتب هذا حق الهلال. أنت تفسره أنه من باب التنظيم الإداري والمالي داخل الإدارة الهلالية، أم أنه مثل ما بعض الناس فسروا أنه هذا تلميح لأنه والله يا جمهور الهلال ترى هذا سقفنا، أي لاعب حيطلب أعلى من كذا لو راح لا تلومونا؟ يعني هي خطوة يعني اتفقنا معها ولا نتفق، هي ذكية من الهلال من إدارة الهلال، هي خطوة ذكية لا شك، لكن تحتاج إلى أيضا مزيد من التشريح، تحتاج أيضا إلى مزيد من الوضوح. ما هو السقف؟ ما هي المعايير؟ نحتاج نفهمها بشكل دقيق. يعني مثلا لو قلنا أحمد الفريدي، ما هي معايير تحديد السقف؟ وهو الآن يقدم لنا كرة جدا جميلة. ما هي معايير عبد الله الزوري مثلا وهو لاعب جدا عادي؟ ما هي معاييره؟ ما هي معايير مثلا محمد نامي؟ أو ما هي معايير مثلا عبد العزيز الدوسري هذا الرائع الذي تشعر بكرة قدم جميلة بين هو ذكر هنا قدمية. هو ذكر أنه وفق مع عدة معايير، منها فائدة اللاعب للفريق وانضباطيته والتقارير الفنية التي يدونها المدراء الفنيون أو الفنيين عنهم، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الأمير عبد الحميد. يعني في تقارير راح ترفع عنهم، هي هذه المعايير. أنا هنا سألك سؤال ثاني، سأل توفيق هل هم للسعوديين ولا جانب سعودي؟ توفيق قال لي لا، هذا بس على السعوديين مش على الأجانب، وأنه السعوديين لهم سقف والأجانب ما لهم سقف. هذا القرار تجده قرار إيجابي ولا قرار سلبي؟ أنه اللاعب الأجنبي المحترف أنه يكون السقف مفتوح واللاعب السعودي يكون السقف؟ لا سلبي للغاية، سلبي جدا على لعيبة الهلال المحليين الوطنيين. يعني عندما شاهد لاعب أجنبي سقفه مرتفع أنا بس أختلف معك تركي. يعني خلنا نكمل نقطة بس توفيق، خلنا نكمل. عندما يكون هناك لاعب أجنبي سقفه مرتفع جدا ولاعب وطني محدود بالسقف، يعني هذه عملية فيها تفرقة، يعني وفيها يعني تفرقة تخلق يعني حالة ليست إيجابية على لاعبي الهلال وعلى أيضا على جماهير الهلال أعتقد. يعني أخوي تركي هم يعني اللاعبين ما هم أشقة في بيت واحد حتى لا تفرق بينهم، لا نفرق بينهم. اللاعب الأجنبي لا تجد يا تركي لاعب أجنبي يأتي للتمرين وهو سهران،
لا تجد لاعب اجنبي يدخن، لا تجد لاعب، لا تجد لاعب اجنبي في في البريكات وهذا يسافر الى الخليج. هناك بعض اللاعبين، انا ما اتكلم على كل اللاعبين، هناك بعض اللاعبين الذين يتقاضون ملايين ولكنهم لا يفهموا معنى الاحتراف، لا يقدرون المبالغ التي تدفع لهم. لا احنا صنعناها في فتره اللاعب الاجنبي توفيق. اللاعب الاجنبي لما يجي للسعوديه طيب اتفق معك يكون مثال جيد للمحترف بمعنى الكلمه الغالبيه طبعا. يعني ليس لدينا يعني النجوم الاجانب اللي السوبر ستار صراحه يعني في الدوري السعودي من عندنا يعني. لا ما السوبر ستار يبغى لهم 40 مليون طيب يورو، يبغى لهم 30 مليون يورو. اذا حاله التفرقه بين هذه تخلق شخصيه مرتبكه في اللاعب السعودي. السعودي لما يروح يقابل مثلا منتخب استراليا وعنده لاعب استرالي في فريقه المحلي سقفه اعلى امامه حاله من الارتباك، ما راح يقابله بشخصيه قويه جدا. انت ازرع في اللاعب السعودي قوه الشخصيه، اعطي حقوقه بشكل جيد، معك انا قنن الامور، اضبط الامور، هذا شيء مطلوب لا شك في ذلك. لكن ان تتعامل مع اللاعب السعودي وكانه يعني انا ما ادري ما ادري وش اسميها يعني في هذه النظره الدونيه جدا. انا لا لا ما هي دونيه، انا ما هي دونيه تركي، لكن انت لما تفرق لا لا يعني يعني انت لاعب انت تدفع له على قد ما يعطيك للمجهود اللي قدم لك اياه. الان البيان ايش يقول؟ توفيق. يقول لك الانضباط والحاله الفنيه على حسب التقارير التي ترفع سواء انضباطيه او فنيه وهذا، فانت تدفع له مقابل العمل اللي يؤدي لك ده انت بينك وبينه عقد. أتفق. بس انت كنادي او كرئيس نادي تدفع اللاعب ملايين، يعني ممكن تجيب لك لاعب اجنبي افضل بكثير من هذا اللاعب السعودي. احنا يعني لسنا ضد السعودي، ولكن هناك من اللاعبين السعوديين الذين لا يفهمون الاحتراف ولا يقدرون الاحتراف، ياتون للتمارين سهرانين، يدخنون وربما اكثر، يذهبون في بعض الاجازات الى دول الخليج، يعني لا يعني لا يعني ما يحافظ على عيشه، ما يحافظ على كيف كان يتعامل الهلال مع ولي؟ مع من؟ مع ولي. ما اعرف انا والله. يعني كان مرفع جدا، هو لاعب يستحق لا شك، لكن هذه الحالة الزائدة جدا من الدلال ومن التنعيم مع اللاعب الأجنبي واللغة القاسية الجافة مع اللاعب الأجنبي، هذه مشكلتنا الكبرى. لدينا لاعبون محليون يستحقون كل تقدير. ايش التدليع اللي دار؟ طبعا انا يعني ما اعرف، انا اتمنى انه احد من إدارة الهلال او غيره يعني احنا نسمع سمعنا كثيرا انه كان يجي في سيارة خاصة للتمرين وكل سيارة مرفه، لا كل اللاعبين فان ما يسوق، وسيارة فان ويجلس، وزوجته كانت تجلس بالفان. شو المشكلة؟ وكان مرفه كثير. انا اقصد حالة التفرقة بين اللاعبين. اللغة هذه احد منع خالد عزيز يجيب سياره لحاله مثلا؟ لا لا، هذه اللغه خالد عزيز، هذه اللغه مع لاعبينا تجعل منهم تجعل مشكله كبيره جدا. يعني لا نفرق بين الاجنبي ونعتبر ان الاجنبي هو القدوه، وتصير عندنا عقده الخواجه انه هذا الرجل الذي طيب. لا خارق لا يخارق. الامر ابسط من كذا. قبل شوي تقول الامر ابسط من كذا، كره قدم اعطيني داخل الملعب وخذ من عندي. الحين هذا الخبر الاداره اللي صادر من اداره الهلال صح ولا لا؟ صحيح. وانت اعطيت عليه رايك؟ نعم. واخونا تركي اعطى عليه رايه، اللي متفق مع الاداره الهلاليه يتفق، واللي ما يشوف ان الاداره الهلاليه اخذت القرار الصح ايضا براحته، في مشاهد ومستمع يشوف القرار هذا قرار تنظيمي، هل هو قرار ينم عن ازمه ماليه، هل هو قرار مشكله مع اللاعبين السعوديين وما في مشكله مع اللاعبين الاجانب بشكل اشمل. في قرار صدر الان، احنا طلعنا القرار من الاداره الهلاليه واستعرضنا القرار، مش طلعنا القرار، استعرضنا القرار واخذنا عليه رايكم. اذا في احد من الاداره الهلاليه يحب يعلق على كلام توفيق او على كلام تركي، البرنامج مفتوح للجميع. المدرب الاهلاوي في اخبار شوت يراهن على مواهب الاهلي في الفئات السنيه، وانه احنا نعرف انه الاهلي في المواسم الاخيره يبرز في عدد من اللاعبين، ويمكن السبب الأكاديمية الأهلي، وهذه الأكاديمية اللي واضح انه هي تعمل على المدى البعيد مش على المدى القريب، وبدأت الآن في تصدير اللاعبين. توفيق، المدرب الأهلي محق جدا. الأهلي انتبه الى هذه اكتشاف المواهب. الأهلي على قطاع الناشئين أخذ الدوري، كان منافس على الدوري الموسم الماضي، أيضا في الأولمبي قدم مستويات جيدة. الأندية كلها مدعوة لحذو نادي الأهلي. تركي، طبعا الأهلي يكاد يكون هو
يعني من الإدارات التي تفهم في كرة القدم الحقيقية، سواء كان الراحل الأمير محمد بن عبد الله الفيصل أو الآن الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز. شاهدنا في منتخب الشباب فعلا عناصر من نادي الأهلي كانت رائعة جدا، لكن في الفريق الأول هناك مشاكل كبيرة جدا في الأهلي، يعني لا يمكن أن يعتمد أي مدرب أو أي حتى خبير رياضي على لاعب مثل جفين البيجي أو لاعب مثل معتز الموسى. يعني أنا أتفق مع المدرب الأهلاوي عليه أن يذهب جيدا إلى الأكاديمية. ليش ما يمكن يعتمد عليهم الحين؟ الأهلي مثلا لعبت 4 جولات، كسب 3 مباريات من ال4 جولات وخسر واحدة. خسر خسارة مدوية وخسارة. أنا مجد أنا بس بنهاية المطاف، بس تركي بنهاية المطاف أنا كمشجع أهلاوي ممكن أقول لك 3 نقاط اللي خسرها الأهلي من الهلال من 12 نقطة أخذ 9، 1 و10 1. يعني هي في النهاية لعب مع الأنصار ومع النصر ومع نجران. النصر كانت مباراة فيها ضربتي جزاء في ضرب شوط واحد، فكانت لها ظروف مختلفة. أنا من وجهة نظري الخاصة أن الأهلي يعمل عمل جيد على مستوى الفئات السنية، وهذا الأمر يجب أن يكون يعني واضح. يعني هل فقط هي مباراة الأهلي هي المعبر الحقيقي الهلال مع الأهلي هي المعبر الحقيقي عن المستوى الأهلاوي، والمباريات الثلاثة التي قبلها لا تعبر عن المستوى الأهلاوي؟ لا، بالمجمل هناك لاعبون جيدون في الأهلي، هناك يعني في عناصر جيدة جدا في الأهلي، لكن هناك أيضا عناصر يعني لابد أن نسمي الأشياء بأسمائها. لا يمكن الأهلي أن يتقدم بلاعب مثل جفين الفيشي أو معتز الموسى أو حتى فيكتور لاعب شو جل قصات وشو بس هذا اللي عاجبني. إيه يعني هذا لفت انتباهك لاعب هداف يا تركي. يعني معلش انت لما تتكلم عن شو توفيق يضحك يعني لما تتكلم عن فيكتور سيموس لاعب هداف من اول مباراه حضر فيها مع الاهلي وفي كل مباراه اللاعب يسجل عاد يحط لا انا وجهه نظري ما يخالف وجهه نظري تسمحنا نناقشك فيها ولا تقول وما نناقش انا نناقشك في وجهه نظرك يحط جل ما يحط جل رجل قاعد يلعب يعني الحين زي قبل شوي تقول ولي يجيب سيارة فان يا أخي عندك 10 مليون أنت أي لاعب سعودي وعند ولي إن شاء الله 100 مليون أحد مالك تجيب سيارة فان ولا تجيب سيارة لوحدك ما حد مالك فلوسك لك يعني خلنا أقول لك شيء هذه الأشياء إحنا ما نتكلم نتكلم في الملعب لا اللاعب الأهلاوي اللاعب الأهلاوي فيكتور سيموس ما في أي شيء غير الجل أنت شايف لاعب رديء جدا لاعب هذا وجهة نظري الخاصة ما يخالف لاعب رديء جدا رجله اليمنى معطوبة ما عنده مهارات يعني مهارات عالية جدا داخل الصندوق لاعب عنده رجل يسار أغلب أهدافه بلنتيات لاعب يجيد الحبي على الأرض يعني فقط توفيق ليش ضحك؟ لا لأنه يعني أخذ الموضوع من جانب شكل اللاعب وللجل أنا أختلف معه يعني اللاعب فيكتور لاعب يعني جيد جدا جيد أو جيد جدا لا جيد جدا ومفيد للنادي الأهلي لاعب حسم بس إلى الآن ما نستطيع أن نحكم على بداية الدوري يعني خاصة مباراة الأهلي والهلال يعني نتيجة المباراة لا تعطي انطباع أن الأهلي سيء ولا تعطي انطباع أن الهلال جيد لسه إحنا تونا في بداية الدوري تستطيع أن تحكم على الأندية بشكل مباشر يمكن بعد 8 أو 9 ما عدا نادي النصر فيكتور سيموس أنا على راه إنه بعد سنة ونص مثل ما قالوا يمكن أكثر اللاعب اللاعب مهاجم ممتاز أنا أرى إنه جيد جدا لاعب هداف لا يجيد فقط مثل ما قال تركي فقط اللي إنه يحبي على الأرض طبعاً هو يجيد الحبي على الأرض ويجيد أيضا الأهداف طيب فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث مع ضيفين توفيق الخليفة وتركي السهل أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام والمستمعين في هذا الجزء من الحلقة الأستاذ توفيق الخليفة رئيس تحرير صحيفة الجماهير والأستاذ تركي السهلي محرر صحفي بصحيفة شمس ونظيفة هذه الحلقة تركي جاني إيميل هنا من أحمد الخلف يقول لك أشبه اللاعبين أخروا لنا الرياضة وحاط بين قوسين هذا على لسان ضيفكم العزيز وبالمقارنة ألا يتفق معي أن أشبه الصحفيين الرياضيين والمحللين الرياضيين هم أيضا عصفوا بالرياضة السعودية لا يعني كاتب أنه يسمح لي الأخ تركي السهلي نختلف معه في الرأي ويستمع لرأي محايد ويبقى يسمع ردك على الكلام لا أتفق معه أنه في كثير من الأخطاء في الصحافة المحلية إجمالا وفي الصحافة الرياضية بالذات لكن الصحافة هي نتاج أيضا لكل مكونات المجتمع يعني ليست منفصلة عن المجتمع إن كان هناك أخطاء في المجتمع ففي الصحافة أخطاء طيب توفيق لك أيضا سؤال يقول بدر العتيبي
أخ تركي، توفيق الخليفة قال لا يمكن الحكم على اللاعبين الأجانب في الأندية إلا من الجولة الثامنة. هذا كلامك؟ هذا صحيح. طيب يقول لك ليش حكمت على لاعبين النصر في حلقة سابقة كان قبل جولتين يعني من الجولة الثانية، ليش حكمت عليهم والبقية؟ يقول لك هل فعلا يعني لماذا النصر يا توفيق هل هو الجدار القصير؟ هذا من بدر العتيبي. آه طبعا باين عليه انه نصراوي. اي نصراوي رجال كين مسك على النصر والهلالي مثلا. وانا احييه واتمنى له الابتسامة الدائمة ولجميع النصراويين. النصر يمر خلال العشر سنوات الماضية يعني بظروف لا نعلمها يعني احنا كجمهور نصراوي مش انا يعني كجمهور النصر. اوكي. يعني لكن بلا شك ان الادارات المتعاقبة على نادي النصر عصفت به واعضاء الشرف وخلافاتهم ونزاعاتهم حتى عاد النصر كالعرجون القديم. السنة هذه النصر أنا أخشى عليه من نتائج كوارثية. أبو نايف إحنا مو قاعدين نتكلم عن النصر الحين. الرجال بدر عتيبي سؤاله مباشر واضح. هم ثلاث أجانب. ما يخالف. هم ثلاث أجانب. بدر سؤاله واضح ومباشر. خلي النصر الحين في حالة. يقول ليش توفيق الخليفة قال قبل شوي وتأكدت منك أنا. إنه ليش اللاعبين الأجانب لما تكلم قبل شوي تركي السريع عن توفيق الخليفة قلت عن فيكتور سيموس قلت أنت اللاعبين الأجانب ما ينحكم عليهم إلا بعد ثمان جولات وفعلاً وأنا أذكر هالموضوع أنت كنت عندي كان بعد الجولة الأولى والثانية حكمت على لاعبين نصر محترفين يقول لك ليش لاعبين نصر حكمت عليهم والبقية لا هل جدار النصر قصير أنت تستقصد ضايق النصراويين لا ما أقصد لا هذا سؤال منطقي ولا لا ما يخالف أحياناً الشخص يتجاوز المنطق وتغلب عليه العاطفة حينما يريد أن يتمنى أن يرى لاعبين فريقه المفضل أنا نصراوي لما يتمنى أن يرى لاعبين فريقه المفضل يتمنى أن يراهم بأجمل حال بأسرع وقت. أنت في كلامك عن محترف النصر كان باب العاطفة. إيه نعم هذا طيب. صحيح. قبل ما أروح للتقرير التالي معلش طالما إن يعني فتحنا المجال لإيميلات يقول لك إيش صار على الدوري الإنجليزي في صحيفة الجماهير. ما زال مستمر موجود ما زال وإذا تحبني بقى أنا في شيء بقوله ويقول إذا تسمح لي يرجوك إن شاء الله خلال أربع أيام إن شاء الله سيدشن صحيفة الجماهير 95 دوري عالمي تغطية مباشرة إن شاء الله لجميع محبي الكرة السعودية إحنا ما عندنا مانع في برنامج كرة أي أحد لوسيلة الإعلامية أي نوع من البرنامج هذا للجميع للجمهور لوسائل الإعلام لكل الزملاء 95 دوري 95. عالمي منها جميع الدوريات العربية ويسمونها البابيولار اللي الشعبية الأكثر شعبية في العالم فيها دوري إسباني دوري إيطالي فيها دوري إسباني إنجليزي إيطالي حيعرض بالفيديو؟ لا ما حيعرض حيعمل تغطية مباشرة يعني تقارير تقارير نتائج جداول تتابع المباراة تكست من خلال الصحيفة الكروت الحاجات اللي زي كذا إن شاء الله فقط نحتاج من من طيب. من محبين صحيفة الجماهير أن يقفوا معنا ويساندونا فقط. طيب في معلش شباب من آخر التقرير اللي جاي والله هنا إيميل مهم صراحة يقول خلنا أتأكد بس من هالمعلومة أنت قلت إنه فيكتور سيموس لاعب لا يجيد إلا الحبي فقط صح؟ إيه فقط إيه؟ ويحبي كثير إيه؟ يقول لك هذه الحركة ما يسويها فيكتور سيموس إذا سجل أهداف وبما أنه يحبي كثير معناته يسجل كثير خلنا نشوف من المرسل الإيميل أيمن يقول لك هذه الحركة الحبي ما يسويها فيكتور سيموس إلا إذا سجل هدف وترى منك تقول يسويها كثير معناته يسجل كثير يعني شوف هو لا يجيد إلا الحب حتى ونسجل أهداف يعني أحيانا كرة القدم تمشي مع أشباه اللاعبين يعني الحين يا حبيبي أنا فاهم الرجال أخذ كلامك ورد عليه برد منطقي أنت تقول أنه هذا اللاعب لا يجيد إلا الحبي هذا يقول لك أنه من كثر ما يحبي قاعد يسجل هدف حتى ونسجل أهداف متابع ذكي صراحة لا التقاطة ذكية لكن في النهاية ما زلت عند رأيي فيكتور سيموس لاعب محدود الإمكانات لو كان في دوري غير السعودي غير الدوري السعودي لم يجد له مكان إلا في مضامير الحبي يعني. أول ما يسجل أهداف فيكتور سيموس راح نستضيفك في البرنامج ونتكلم معه لو خلص هالموسم وهو الهداف راح تكون في حلقة خاصة مع تركي السهري عن فيكتور سيموس الاتحاد والشباب مباراة قلنا بالأمس وقبل أيام أنها بدأت قبل أن يطلق الحكم الصافرة التقرير التالي يتحدث عن المباراة هي كلاسيكو هي قمة هي إثارة هي مباراة منتظرة هي الشباب والاتحاد يبدو أننا بصدد مشاهدة لقاء من نوع آخر بدأت إثارته مبكرا حين رفض ميشيل برودوم طلب تأجيل لقائه مع الاتحاد وهذا ما لم يعجب الداهية البلجيكي وتلاميذه كثيرا
وما يزيد من حدة اللقاء لدى النمور أنهم قد تعرضوا لخسارة من أمام الاتفاق وفقدوا 3 نقاط ولديهم 6 فقط من أصل 9 مع الاحتفاظ برصيد مؤجل من النقاط تحت الطلب في حال استطاع العميد أن يتحصل عليها من أمام الفتح. على عكس ذلك تماما يتربع الليث على صدارة الترتيب برصيد مكتمل من النقاط 4 لقاءات و16 نقطة والشباب يمشي في المسار السليم ولا يشوب مستوياته أي شائب. مباراة من طراز آخر ومن نوع مختلف ونثق بلاعبي الفريقين لأنهم لن يجعلوا المباراة تخرج عن التنافس الشريف، فهم للتو كانوا بجانب بعضهم مع المنتخب. الشباب والاتحاد ستعكس الصورة الحقيقية لقوة الكرة السعودية. مسفر الخثعم كرة. شباب الاتحاد لا شك أنها مباراة قوية وتنافسية يعني بشكل مهم جدا، ويعني من المهم تعطيل أحد الفريقين على حساب الآخر في مشوار المنافسة على الدوري. من حق برودم أنه يرفض تأجيل اللقاء بحكم أنه يرى أن بما أنها ليست مفروضة عليهم الاتحاد السعودي لكرة القدم فمن حقه أنه يعني يستغل بعض الظروف منها إرهاق بعض اللاعبين والنفسيات. دائما مباراة الشباب والاتحاد ممتعة فنيا بدون أي أحداث، فما بالك لما يكون في أحداث وإثارة قبل أن تبدأ المباراة. موضوع التأجيل ظهر على السطح، يمكن الآن اختفى بس أنه موجود، يعني لازال يعني خلينا نقول له بقايا في هذه المباراة. والاتحاد اختبار الشباب اختبار صعب جدا، خصوصا أنه يدخل هذه المباراة بعد خسارة الاتفاق، والشباب يريد أن يثبت بأنه الفريق الأقوى صاحب العلامة الكاملة في كل جولة. صحيح، هي مباراة يعني بدأت قبل أن تبدأ فعليا، يعني يعني الاتحاد مطالب بأن أن أن يعيد نفسه في الدوري، ومطالب أيضا أن يطمئن جماهيره قبل المباراة الآسيوية المهمة. الشباب أيضا لديه طموح في مواصلة المشوار، يعني أتمنى أنه تكون مباراة يعني خالية من الشحن النفسي ومن الشد العصبي، يعني هي مباراة زيها زي أي مباراة، فقط يعني أتمنى للفريقين أن يخرجوا عن عملية الشد وينسوا الأحداث أو التراشق الإعلامي اللي كان قبل المباراة. موعودين بمباراة ممتعة لمحبي وعشاق كرة القدم، موعودين غدا بسهرة رياضية جميلة، هذا اللي نتأمل ونتوقعه أيضا. تركي، المباراة في الرياض لا أتوقع أنها تكون مباراة، دائما ملح 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 المباريات هي الجماهير، ويعني دائما الشباب عندما يلعب في الرياض تكون المدرجات يعني شبه خالية، وبالتالي يعني قد تنعكس الغياب الجماهيري على أن تعطي المباراة مزيد من الإثارة والتشويق. طيب بروح لتقرير المباريات الجاية، بس ترى الأهلاويين جمهور الأهلاوي كثير زعلان يا تركي على رأيك القاسي جدا في حق فيكتور سيموس. راح أعطيك فرصة يمكن تحاول تلطف ترجعها يعني بأي طريقة، حاول تصلح أمورك مع الجمهور الأهلاوي. التقرير تتحدث عن بقية المباريات، فكر في الموضوع. جمهور الأهلاوي جدا زعلان، أنت لمست شيء بالنسبة لهم مهم، فيكتور سيموس. التقرير التالي تحدث عن مباريات الغد. عودة بعد توقف لأسبوعين، وزين يعود للركض من جديد. 3 لقاءات في الجولة 5 من دور زين السعودي للمحترفين تنطلق يوم الغد. فلقاء أول يجمع بين الجريحين الرائد صاحب المركز 13 بنقطة وحيدة، وضيفه نجران صاحب المركز 12 وبرصيده نقطتين. هذه هي نقاط الفريقين من 4 جولات، وكل منهما يدخل اللقاء وعينه على النقاط 3 لكي يحسن مركزه في الترتيب العام. استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالقصيم سيكون مسرحا كرويا لهذه المباراة. الأنصار يستضيف ضيفا ثقيلا وصاحب المركز 2 في سلم الترتيب الاتفاق. طموح مختلف في هذه المباراة، فأبناء المدينة يريدون أن يخرجوا من هذا اللقاء بأي نتيجة إيجابية لكي تكون أولى نقاطهم في الدوري. مستوى رائع قدمه لاعب الأنصار في مباراتهم الأخيرة أمام الاتحاد
يؤكدون من خلاله البحث عن تحقيق النتائج الإيجابية في الجولات القادمة بداية من لقاء الاتفاق. أما فرقة الكوماندوز فتريد حصد النقاط الثلاث من هذا اللقاء لكي تواصل الضغط على متصدر الترتيب فريق الشباب. الاتفاقيون بعد التعادل السلبي في الجولة الرابعة أمام هجر يمنون النفس ألا يحضر مرة أخرى في مباراة الغد أمام الأنصار. الفتح والقادسية القريبين في المسافة والقريبين أيضا في سلم الترتيب. الفتح صاحب المركز السابع بخمس نقاط فرض احترامه بين كل الفرق، فهو لم يتلقى أي هزيمة حتى الآن بتعادلين وفوز أخير على النصر بهدفين مقابل هدف. أداء قدمه في تلك المباراة أجبر جميع النقاد والمحللين بالثناء عليه، ولا زالت له مباراة مؤجلة مع الاتحاد من الجولة الثانية بسبب مشاركة الاتحاد الآسيوية. بنو قادس أصحاب المركز السادس وبفارق نقطة واحدة عن مضيفهم الفتح. يدخل القادسية هذا اللقاء بفوز واحد وتعادل وخسارة، فريق منظم ويصعب اختراق صفوفه، ويطمح في هذا اللقاء بزيادة رصيده النقطي للبقاء في المنطقة الدافئة. مباريات ثلاث سوف تغير ملامح ترتيب فرق دوري زين السعودي للمحترفين. الأنصار الاتفاق، الرائد نجران، الفتح القادسية. مباراة الأنصار الاتفاق أنا أشوف أنها سهلة جدا على نادي الاتفاق. الاتفاق السنة هذه مع النادي الأهلي يعني سيحدثون مفاجآت في دوري زين. الأنصار قدم مباراة قوية أمام الاتحاد. مهما كان أنا مع الاتفاق، أنا أعتقد أنها مباراة سهلة جدا على نادي الاتفاق. إذا اعتبرنا أنه مباراة الاتفاق مع نادي هجر كانت يعني كبوت جواد من نادي الاتفاق بالتعادل. يعني المباراة في المدينة على ما أظن، وهناك جماهير رائعة للأنصار في المدينة، وهي متعطشة لمشاهدة فرق المحترفة في المدينة المنورة منذ زمن لم نشاهد الأنصار في دوري المحترفين. أعتقد أن الأنصار فريق يعني يقدم نفسه بشكل أو بآخر في الدوري. شاهدنا في مباراته أمام الاتحاد كان ندا قويا ولم يكن سهلا على الإطلاق. الاتفاق فريق متذبذب، وأعتقد أنه سيواجه صعوبة كبيرة جدا عندما يواجه الأنصار في المدينة. الرائد ونجران. الرائد لديه حظوظ أكبر في هذه المباراة، يعني لديه بعض العناصر الجيدة التي ممكن أن ترجح كفته في هذه المباراة. والفتح القدسي. الفتح يخرج من مباراة معنويات عالية أمام النصر، 10 لاعبين يقلب الطاولة في وجه النصراويين على أرضهم وبين جماهيرهم. الفتح أنا أعتقد أنه أتى لدوري زين السنوات الأخيرة ليبقى يعني فترة طويلة جدا. الفتح فريق متطور جيد، لديه إدارة واعية جدا، لديه محترفين، لديه لاعبين سعوديين على مستوى عالي. أنا أعتقد أنها يعني ستميل لصالح لصالح الفتح. طيب بطاقة لمباريات الغد. تعود غدا الإثارة لملاعب كرة القدم السعودية من جديد حين تنطلق الجولة الخامسة لدوري زين السعودي للمحترفين بأربع لقاءات. ففي قمة لقاءات الجولة يستضيف الشباب ضيفه الاتحاد على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وعلى استاد الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة يلتقي فريق الأنصار نظيره الاتفاق. فيما يستضيف الرائد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضيفه نجران. وأخيرا يحل القادسية ضيفا على الفتح في مباراة تقام على ملعب نادي الفتح. طيب قبل ما نروح للفاصل، تركي عندك شيء تبغى تقول للجمهور الأهلي؟ طبعا جمهور الأهلي هو جمهور ذواق وأنا أحترمه كثيرا، لكن على جمهور الأهلي أن يتخلى عن عاطفته وأن ينحيها جانبا. ليست المسائل الآن تؤخذ بالعواطف. يجب على جمهور الأهلي وهو جمهور فريق عظيم يعني عهد البطولات وعهد مقارعة الفرق الكبرى، على جمهور الأهلي أن يحدد من هم اللاعبون الذين
مبسوطين في الناس يشجع. الناس حابينه وفرحانين فيه مبسوطين. لا أعتقد أن الجمهور رجع لي. الجمهور الأهلي ما أعطاك فرصة من ذهب. إيه يعني حتى أنا على الجوال يجيني. هذا رأي الخاص الأهلي. ما يخالف إحنا ما عندنا احتجاج حبيبي. تبغى تقول لك راضي الأهلاويين. أقول له. اسمع تبغى تقول فيكتور سيموس من هنا إلى نهاية الحلقة تبي تقول إنه أسوأ لاعب ما حد قاعد يعني ما حد يوجه رأيك هذا رأيك بس أنا قاعد أقول لك إنه هذا اللي جاني من الناس. وأقول لك وش قاعدين يقولون تبي تغير رأيك تبغى تلطف الموضوع تبغى تستمر في رأيك براحتك مو شغلي يعني أنا بس أقول لك شيء يقولوا لي عشان كذا الإيميل هنا موجود عشان أقول لك بس ردود الفعل على الكلام اللي تقوله أنت مقتنع إنه ما تبي تغير رأيك في فيكتور سيموس ولا حتى تبي تلطفه يعني لازلت عند رأيي أطلب من الجمهور الأهلي أن يكون جمهور عقلاني أكثر وأن يشجع اللاعبين الذين ممكن أن يقدموا إضافة للأهلي أكثر من فيكتور فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث مع توفيق الخليفة وتركيسان أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقة مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تباعا الأستاذ توفيق الخليفة والأستاذ تركي السهلي وما ضيف هذه الحلقة قبل ما نروح لحديث الأستاذ محمد بن داخل واللواء محمد بن داخل رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد في إيميل بقرأ لك يا ومو مسموح لك تعلق دكتاتورية يعني يقول لك يا أخ تركي فيكتور حضر في الفترة الشتوية قبل الماضية ولعب أقل من نصف الموسم وسجل أكثر من 10 أهداف فيكتور في الموسم الماضي كان ثاني هداف في الدوري بعد نصر الشمراني مع أنه لعب حوالي 5 مباريات أقل من الشمراني تصريح الأستاذ محمد اللواء محمد بن داخل رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد مباراة مهمة في الدوري ولكن لاعبي الاتحاد الممثلين المنتخب اليوم أيضا من ناحية أخرى المهمة الآسيوية بعد مباراة الشباب بأربع أيام تعيشون يعني صعوبة في الفترة هذه بالتحديد إيش اللي تقدر تقول أبو طلال؟ لا أستطيع أن أقول إحنا يعني نظمنا كل شيء وأعتقد إنه هذا الموضوع يعني حسبين حساباتنا في كل شيء وأعتقد أنه ننسى كلمة تأجيل أو الشباب أو كذا وإحنا نلعب إن شاء الله يوم الجمعة وبعدين نستعد للقاء مهم جدا عندنا وهو الأهم الآسيوية وأعتقد كل شيء منظم أعتقد في أي مشكلة بإذن الله إن شاء الله لكن هنا اللي همنا هو الحقيقة الآسيوية إحنا وضعين كل جهدنا وكل يعني أمالنا في اللقاء القادم اللي إن شاء الله نحاول أننا نحسمه في جدة بدري مباراة الشباب بيلعب الفريق الأساسي السيد متري ولا لاعبين شباب ومطاعم بالخبرة لا شوف هو الحقيقة يعني هذا شيء فني أنا ما أستطيع أتكلم فيه الآن لكن بس أنت تقول أنكم مزبطين كل شيء لكن أعتقد يعني. ما نبرع لنا في وقته في وقته حتشوف إن شاء الله كل شيء في الله وقت المباراة اي نعم حتكون وقت ان شاء الله الساعة 8 الى 5 تشوف اللعبة بتفاجئون الجماهير يعني بالتشكيل لا ما هي قصة مفاجأة قصة احنا نشوف الافضل لنا والاحسن واللي ممكن ان احنا نحصل عليه في نحصل على نتيجة مميزة وفي نفس الوقت نحافظ على لاعبينا من الاصابات هذا حديث اللواء محمد بن داخل نشوف حديث الكابتن احمد عطيف ورأيه في مباراة ورده بسم الله أكيد مباراة ما راح تكون سهلة بالنسبة لنا فريق الاتحاد فريق كبير فريق ينافس على البطولة بشكل كبير إن شاء الله نكون جاهزين للمباراة اللاعبين الدوليين اللاعبين المتواجدين يعني اللاعب ما يعتمد على النادي ما يعتمد أو الفريق ما يعتمد على لاعب معين الكل يكونوا في جاهزية كاملة إن شاء الله إن شاء الله نكون جاهزين للمباراة هذه نقدم مباراة تليق باسم الدوري زين إن شاء الله ونحقق 3 نقاط المهمة ومواصلة الانتصارات إن شاء الله أكيد بقيادة الدكتور عبدالعزيز الخالد الجهاز الإداري المدير الفريق على الجهاز الإداري والسيد ميشيل أكيد موفرين كل السبل النفسية والتعامل النفسي التعامل حتى تتجاوز أي مشاكل قبل مباراة الاتحاد أو أي مباراة يعني ما هي بالشرط الأهمية أنها تكون مباراة الاتحاد أي مباراة
الأمور إن شاء الله تكون على أكمل وجه إن شاء الله، ونقادرين إن شاء الله في الـ 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 مع قيادة الجهاز الفني والإداري والطبي نوصل المباراة بأي مباراة تواجهنا في دوري زين بالجهازية التاملة إن شاء الله. والله شوف أكيد أنا يعني قلت قبل كذا يعني اللي بيفوز يبغى الدوري لازم أول شيء يفوز جميع مبارياته، يحاول ينافس على كل مبارياته، من يعني من الطبيعي أنك تنافس، يعني ما هو بنت الوحيد بتنافس على بطولة الدوري، الفريق الهلال بطل الدوري العام الماضي والاتحاد والنصر والأهلي وكل الفرق المتواجدة في دوري زين لها طموح لها حقية في المنافسة، وإن شاء الله أي فريق يحاول نحاول نتغلب عليه للوصول لبطولة الدوري إن شاء الله. أنا تكلمت قبل كذا قلت الإرهاق على الطرفين، يعني لعبة الاتحاد نفس الحكاية، جميع اللعب الدوليين المشاركين في بطولة المباراة السابقة في التصفيات يعانون من الشيء هذا، ما أعتقد أن الشيء هذا يعانون بس من لعبة نادي الشباب، وإن شاء الله قلت لك نكون جاهزين حنا وشقيقنا فريق الاتحاد تقديم مباراة جيدة إن شاء الله. هذا كان حديث الكابتن أحمد عطيف، كان قبل حديث الكابتن أحمد عطيف كان بحديث اللواء محمد بن داخل رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، اللاعبون الأجانب والتأقلم مع الأجواء في الدوري السعودي. تتابع الجماهير الرياضية مباريات كرة القدم بشغف بالغ، تنتظر الإبداع والفنيات، تستمتع بالمهارات والتسديدات، تنسجم مع اللعب الراقي الملفت للنظر، تطالب بالمزيد، لكنها لا تعرف ماذا يدور خلف الكواليس. لاعبون، مدربون، نشاهدهم فقط وقت اللقاء لكننا لا نعلم عن أحوالهم شيئا. قبل أيام أطل علينا خبر عدم رغبة محترف النصر الكولومبي بابلو بينو الاستمرار في الصفوف الصفراء لعدم التأقلم والانسجام في الملاعب السعودية، إضافة للضغوط التي يجدها من عائلته التي تطالبه بمغادرة البيت الأصفر. وبالعودة بالذاكر للوراء نجد أن هناك أسماء عديدة حضرت هنا لكنها سرعان ما غادرت لظروف أسرية. المدرب الأرجنتيني هكتور الذي غادر الشباب أكثر من مرة بحجة ظروفه الخاصة، كذلك ابني جلدته كالدرون وباوزا لأسبابهم المختلفة والمتعلقة بأسرتيهما. المدرب البلجيكي للفريق الهلالي جيرتس غادر بعد موسم واحد حقق فيه أكثر من إنجاز، وذلك لعدم قدرته على التأقلم مع الأجواء في السعودية، إضافة لوجود عرض لتدريب المنتخب المغربي، بينما خلفهم الإيطالي والتر زينجا الذي تأقلم وعائلته سريعا مع الحياة في السعودية، لكن سوء نتائج الفريق سارعت بإلغاء عقده. في اللاعبين برز السويدي ويلهامسون الذي تغيب في حالات عدة لتواجده مع أسرته، كذلك لم يستطع البرازيلي تياغو نيفز الاستمرار في الهلال بسبب الضغوط الأسرية. محليا هناك الكثير من الحالات التي تخرج بين الحين والآخر للاعبين ابتعدوا عن ذويهم لتمثيل فرق أخرى في مناطق مختلفة. أسامة هوساوي نجم خط الدفاع الهلالي، حسين عبد الغني قائد فريق النصر وزميله في نفس الفريق محمد السهلاوي، أمثلة عديدة لا يتسع المجال لذكرها، لكنها توضح بشكل جلي عدم قدرة بعض اللاعبين التأقلم مع الفرق التي يشاركون معها خارج منطقتهم. فإذا كان اللاعب المحلي يصعب عليه ذلك وهو ابن البلد، فما بالك بلاعب يختلف في عاداته وتقاليده ولغته. تأقلم ومطالبات الجماهير، الإبداع من أول يوم. لا هم غير هم اللي أنا ما فهمت، اللي فهمته من التقرير إنهم ما يتأقلمون يبغون يمشون على طول. أيوه في الوقت اللي الجمهور يعني يبغى من أول يوم يقدم مستوى ويقدم بشكل جيد. بالنسبة لمنطقة الرياض أنا أجد العذر لهم، لأن فعلًا يعني حنا اللي ساكنين في الرياض لا نجد الكثير من المتعة في هذه المدينة. لا يوجد أماكن ترفيه، لا يوجد يعني أشياء توسع صدورنا، ما هو مثل المنطقة الغربية أو المنطقة الشرقية وبعدها الأشياء. يحطولك بحر في الرياض. لا يحطول لي، لا هو ما هو تقصير من أحد، ولكن طيب. الواقع أنه حنا في مدينة الرياض نجد صعوبة، لذلك تجد أنه حتى في الخميس والجمعة اللي يحصل له أنه يشترك الرياض
ويروح مكان هو وعائلته يعني يسوي. فأنا أجد لهم العذر، ولكن عليهم أن يختارون المادة ولا العيش يعني أن يعيشوا بهذه الطريقة، ويختارون من البداية من قبل ما يجون. أما أنهم يورطوا الأندية السعودية أنها تجيبهم وتدفع لهم مبالغ كبيرة في نص الموسم يقول لك أنا أبغى أمشي، أنا والله ما تأقلمت، هذا شغل غير احترافي. أيضا اللاعبين السعوديين نفس الشيء يا أخي، إذا مثلا السهلاوي جاي حسب التقرير إنه جاي من الشرقية ويعني يمكن ما تأقلم مدينة الرياض، ما أخذ 30 مليون ريال. طيب 30 مليون أعطيني إياها أنا تأقلمني في أي مكان. صحيح تركي، يعني شوف اللاعبين الأجانب، اللاعب اللي يحب الفلوس بيحب البلد وبيعيش فيها وبيتأقلم على أوضاعها. في جزئية ذكرتها توفيق أنا أتفق معك فيها، عليهم يعني يختارون بين المادة، لكن غالبية اللاعبين اللي يتأقلموا في البلد والمدربين أيضا هم ماديون بالدرجة الأولى، يعني يلعبون كرة القدم ويدربون بعقلية التجار، وبالتالي يبقون لدينا فترة أطول. مسألة اللاعب السعودي إنما يتأقلم في مدن بلاده هذه مشكلة كبيرة جدا، يعني جايين من وين؟ يعني ما كلنا عارفين بعض وعارفين الطرق العيش في بعض، التميس اللي في جدة نشتريه في الرياض، يعني وش يعني ما أدري بالضبط هاللعيبة السعوديين اللي أحيانا يقول له ما تأقلم. يعني أنا ما سمعت لاعب سعودي يقول ما تأقلم، يمكن يواجه بعض الصعوبات في أنه يفتقد أصدقائه مثلا المقربين من اللي كانوا معه في الحارة اللي كانوا معه في المدرسة، صحيح، لكن في النهاية هي بلد واحد، يعني الواحد يستطيع أن يتأقلم. يفتقد والدته، يفتقد أخوانه وأخواته، يفتقد المجتمع، الحالة الاجتماعية اللي هو فيها، فجأة يعني يأتي إلى الرياض ويسكن في شقة عزاب ويتغدى لحاله في مطعم بخاري ويتعشى لحاله ويروح للنادي ويرجع مرة ثانية، حياة صعبة جدا يعني. لا ولا الحياة صعبة ولا شيء، أنت قبل شوي تقول إنه هذا ما أخذ 33 مليون وبالتالي عليه أن يعيش مرفه، كيف صار الآن يأكل بخاري ويأخذ 33 مليون؟ يعني جزء كبير من المبلغ راح للنادي. يعني كم؟ ما أعرف والله، بس يعني قل لي كم أخذ. والله ما أدري يعني، لو أعرف بقول لك معلومة. 10 مليون؟ عطني 10 مليون وحطني بأي مكان. طب السهلاوي ما يبغى العشرة مليون هذه ويتأقلم فيها بالغصب. أنا بقول لك هنا قبل ما نروح للفاصل، شباب جاهز؟ طيب قبل ما نروح للفاصل، لا زال الغضب الجماهيري على آراء تركي السهلي مستمر. عبد الله الدوسري يقول صراحة أشوف أن الإعلامي تركي السهلي يبحث عن الإثارة بآرائه وحاططها بلون مختلف اللا عقلانية، بدايتها بعدم اختلاط ريكارد مع الجمهور السعودي، والحين يقول فيكتور لاعب غير مؤثر. من المدرب واللاعب اللي يعجبونه؟ ملاحظة، للحين أنا مو مقتنع باختلاط المدرب مع الجمهور. عندك تعليق قبل ما نروح الفاصل؟ يعني أنا أحترمه طبعا وأحترم وجهة نظره وهي رأيي يحترم، لكن لازلت عند رأيي أنه ريكارد لابد أن يقترب من 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 حياتنا، من تفاصيلنا أكثر، ألا يعيش في برج عاجي ولا ينعزل، عليه أن يقترب منا أكثر، أن يعرفنا بشكل أكبر بشكل أدق. وأحترم رأيي. فاصل قصير بعده نعود للجزء الأخير من الحلقة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تباعا أستاذ توفيق الخليفة وأستاذ تركي السليم هما ضيفا هذه الحلقة. فقرة بين قوسين، مقال مميز اليوم، نتابع ثم نعود للوصل. في فقرة بين قوسين لهذه الحلقة اخترنا لكم مقالة الكاتب محمد الذايدي بصحيفة الرياضي التي حملت عنوان ثلث الثلاثة كم، حيث بدأ الكاتب مقالته بالعبارات التالية: تطالب باستمرار هيئة دور المحترفين السعودية من الأندية ومنسوبيها الالتزام والحرص على تطبيق شروط الاتحاد الآسيوي، وتحذر دائما باجتماعاتها الدورية في ورش العمل التي تقيمها مع بداية كل موسم مع منسوبي الأندية بشكل لا يقبل التأويل أو المراوغة على إظهار قوائمهم المالية وإعلان ميزانياتهم السنوية وعقودهم الاستثمارية وقيمتها بكل شفافية، والإفصاح عن الإيرادات والمصروفات بشكل دقيق وحقيقي. وأضاف الكاتب: كما هو معلوم ومعلن ومعمول به منذ بداية هذه البطولة، وهذا مطلب تنظيمي معقول ومنطقي ومقبول، والأندية السعودية تعمل بهذه التوصية حسب إمكانياتها الإدارية والتنظيمية،
وهذا عمل حسن ويشكرون عليه كأندية سعودية، رغم أننا نشاهد بأم أعيننا أن الأندية الإيرانية في غرب آسيا على وجه الخصوص لا تطبق نصف ما يطبقه على سبيل المثال ناديي الرائد أو الفتح التي لم يسبق لها أن شاركتا في دوري آسيا للمحترفين، ومع ذلك تشارك الجمهورية الإيرانية بأربعة أندية. ولكن ليس هذا موضوعنا، ويطول الشرح فيه لو دققنا النظر. وتساءل الكاتب: أليس من الواجب على هيئة دوري المحترفين السعودية أن تبدأ بنفسها أولا وتعلن عن ميزانيتها السنوية والعقود الموقعة وقيمتها كقدوة ونموذج للاحتراف والنظم التنظيمية في عالم الاحتراف والعمل المنظم والشفافية التي يجب أن يكون عليها النادي المحترف من حيث الإيرادات والمصروفات، وتفصح عن قيمة العقود التي أبرمتها مع الرعاة الأربعة لدور زين السعودي لمنسوبي وجماهير الأندية السعودية المحترفة المطبقة لنظام الاحتراف، والتي وعدتهم الهيئة في بداية تدشين عملها أن لهم نصيبا من تلك العقود الضخمة، خصوصا إذا ما عرفنا أن تلك الأندية تضع على قمصانها وفي ملاعبها أسماء تلك الشركات كدعاية مجانية دون أن تحصل على ريال واحد من تلك العقود حتى الآن، وسط تكتم مطبق حول الإيرادات والمصروفات للهيئة، وكأن هناك لغزا يستعصي حله ويحرم البوح أو الحديث عنه. الميزانيات المفروض تبدأ من هيئة دوري المحترفين. أنا أقدر الأخ محمد الدايلي ولو يعني كذا كتابة بشكل جيد، ولكنه ما يعني ما لم يوفق في إنه يتكلم عن الميزانيات وأن دوري هيئة دوري المحترفين تنشر الإيرادات والمصروفات والعقود. يعني أحس إن الطريقة كان فيها تشكيك، يعني هو هي جزء من الدولة ليش؟ وجميع يعني ليش تشكيك إحنا ما جهة أنما أنت تطالب مثلا هيئة دولة المحترفين تابعة لمن؟ تابعة لمن؟ اتحاد سعودي كرة القدم. اتحاد سعودي تابع لمن؟ رئاسة العامة لرعاية الشباب. طيب يا أخي وأنا بعدين ما يخالف يا أخي، خلينا نكمل الفكرة وبعدين نناقشها. رعاية الشباب مثلها مثل أي وزارة أخرى، مثلها أي دائرة حكومية أخرى، يعني لا يستطيع أحد يقول لك تعال أنت فلان الوزارة الفلانية والوزير الفلاني يعطيني عقودك مصروفاتك الإيرادات، إلا إذا كان يعني هي ديوان مراقبة فقط، أما أنه أحد يجي يطلب منهم أنهم. طيب والأندية هذه تابعة لمن؟ تابعة لهم أيضا. تابعة لمين؟ لرعاية الشباب. طيب بأي حق تطلب هيئة دوري المحترفين من أندية ظهر القوائم المالية؟ لا أنت تطلب من أحد من 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 يعني تطلب من تملك عليهم السلطة، تطلب ما تريد منهم. طب إحنا نبغى اللي يملك السلطة على هيئة دوري المحترفين. أنت لا تملك السلطة على هيئة الدوري المحترفين. في ديوان المراقبة العامة هو الذي يسأل الإيرادات والمصروفات. أنت إعلامي ما تملك السلطة لا على هيئة دوري المحترفين ولا اتحاد القدم. هو يتساءل سؤال بريء جدا. انت حين تقول انه هيئه المحترفين تابعه للاتحاد السعودي ومفروض ما حد يطالبها، طيب الانديه تابعه للاتحاد السعودي ومفروض ما حد يطالبها؟ لا احنا نطالب. مين اللي طالب الانديه؟ طالبها السلطه اللي الاعلى من الانديه. طيب احنا نقول السلطه اللي اعلى من هيئه المحترفين طالبوا هيئه دور المحترفين بيضغط اللي هو ديوان المراقبه العام الاتحاد السعودي. يا اخوي مو هيئه دور المحترفين تتبع الاتحاد السعودي. صحيح. نقول الاتحاد السعودي طالب هيئه دور المحترفين يعني في شيء من مطالبته يعني أن يكون فيها شيء من البراءه حتى يا اخي ما فيها شيء يعني الحين انا لما لا لا يعني طيب يعني لما هي دور المحترفين يا توفيق لما هي دور المحترفين تطلب من الانديه اظهار قوائمها الماليه معناته تشكيك مش براءه يعني مطالبه هي دور المحترفين لانها جهه حكوميه ونقول والله برافو لما يجي واحد اعلامي نقول لا انت شكلك مو بريء يا تركي لما احد يتكلم يقول لك اعطينا الايرادات اللي عندك كم المصروفات كم عقودك كم شفافيه يا اخي ما فيها لا الشفافيه لا 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 الشفافيه انت عموما انا مش مؤيد ولا رافض بس انا احاول افكر بنفس صوت الكاتب انا اقول لك الكاتب انا تابع محمد الزايد يعني كتاباته جيده ولكن من وجهه نظري يعني اتمنى ان نتقبلها بصدر رحب انه لم يوفق في هذا الموضوع بالذات. تركي. لا طبعا أنا أختلف مع توفيق فيما جاء فيه. هو من الجميل أن تطرح هيئة الدوري المحترفين أن تعلن عن على الأقل حقوق الرعاية يعني الأندية هي أيضا من ضمن المغذي للهيئة من ضمن مداخيل الهيئة. الهيئة تشرف على الأندية التي لديها جماهير ولديها أنشطة رياضية تغذي الهيئة بشكل أو بآخر. يعني مسألة الإعلان
يعني هو بريء جدا طرح الزميل، لكن ربما ما فات الزميل هو مسألة أنه الهيئة هي لا تدير الأندية بفكر الشركات أو لا تدير شركات. لدينا مثال في هيئة السوق المالية أنشأت شركة، هذه الشركة كانت تدير الشركات. أتفق مع محمد الدايدي فيما طرح بجزء كبير ما طرح في مقالة. طيب جاهزين للتوقعات؟ إن شاء الله. طيب أبدأ معك. كنت دائم والله العظيم دائم أخطي أنا فيها. دائم أخطي دائم أخطي في التوقعات. يمكن يمكن تجي معك صح بكرة، شد حيلك. يلا أبدأ معك ولا بتركي؟ لا أبدأ معي. طيب شباب الاتحاد. شباب الاتحاد يعني ما أنا قد أجد العذر نادي الاتحاد. بدون. لا لا لا. يعني لا لا بدون بدون نتيجة نتيجة ورقم. تعادل. كم؟ يمكن 1-1. 1-1. شباب الاتحاد. فوز الشباب. كم؟ 1-0. 1-0. الأنصار والاتفاق. الأنصار 1-0. الأنصار 1-0. الاتفاق 1-0. اتفاق 1-0. الرائد ونجران. الرائد. ربما ثلاثية. كم؟ 3-0 3-1. لا عطنا واحدة عشان دقة مهمة في الموضوع. يلا عطيها 3-1 يعني تعرف أنت حكامنا شو في داخل 18 يحتسبون بلنتيات واجد. الرائد ونجران. 0-0. 0-0. الفتح القادسية. القادسية 2-0. القادسية 2-0. نعكسه على طول. الفتح 1-0. الفتح 1. صفر. طب خلينا نشوف عناوين صحافة الصباح. في صحيفة اليوم ليفربول في اعتزال الدعية. في صحيفة الحياة أزمة حراس تخنق مدرب هجر. وفي عنوان آخر التعاون يستعد للأهلي بالرقابة اللصيقة. في الاقتصادي يا راضي تجاهل ريكارد لن يهزني. في صحيفة الرياضي شجاعة اتحاد الكرة تؤجل لائحة الانضباط. في صحيفة شمس رئيس الهلال الدعم الشرفي لا يحتمل التأخير والجدول الآسيوية تعارض الفيفا. في صحيفة الجزيرة صدارة الشباب في اختبار الاتحاد. وفي عنوان آخر رئيس الهلال نحتاج لدعم أعضاء الشرف ولم أعد قادر على تقديم الأكثر والتزاماتنا متعددة. في صحيفة النادي جيرتس مدربا للهلال بالفيسبوك. في المدينة الهلال يتمسك بسقف أعلى للعقود ويطلب زيادة عدد إدارته. وأخيرا مع الشرق الأوسط اعتراضات الأندية تجبر اتحاد الكرة على تأجيل لائحة الانضباط الجديدة. وعنوان آخر شركة سنغافورية ترعى البطولات العربية مقابل 50 مليون دولار لأربعة أعوام مقبلة. شوف ضيوف حلقة الرياضة. محمد القدادي المؤرخ والناقد الرياضي المعروف، وخالد قاضي الكاتب والناقد الرياضي المعروف. قبل ما نختم أي شيء تغير من بداية الحلقة للحين عن فيكتور سيموس جمهور الأهلي؟ أقدر كثير جمهور الأهلي. يبونك تعتذر هم. فيكتور سيموس لاعب عضلات وشو أكثر منه لاعب كرة قدم. توفيق شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. تركي شكرا جزيلا لك. أشكرك. موعدنا غدا 11:30 في أمان الله.